تلقى مصر المقاصة هزيمة مريرة أمام ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد الفيوم في الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة أصبحت فرص المقاصة ضئيلة للغاية في الفوز بلقب الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد الفيوم عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة. وفي المقابل رفع الاتحاد السكندري رصيده بقيادة مديره الفني الإسباني مكيدا إلى 43 نقطة في المركز السادس.